الشيبي مثلا انا رافض ان هو يوجه اشارات خارجه ووجه بيستفز الجماهير بيقلع التيشيرت، انت في النهايه هتسمع كلام انت مش حابه. الجمهور هو اللاعب رقم واحد. شايف مين احسن جمهور فين بالظبط؟ في مصر. بص هقول لك حاجه، الاجابه بتبقى اسم ما بين الاهلاوي والاهلاوي اهلاوي. ده جمهور لن يعني ما بيتكررش ابدا، جمهور عظيم جدا جدا. ليه بقى؟ الاهلي جمهور نادي الزمالك. عشان انت بتجمع جمهور نادي الزمالك دلوقتي؟ دلوقتي بس عشان افصل ابقى فاهم. بس بالظبط. بيقول لك ايه بقى يا صياح؟ في مقوله بتقول وراء كل بطل جمهور عظيم. ليه دايما بيتقال ان الجمهور هو اللاعب رقم واحد؟ حاجه كده زي وراء كل رجل عظيم امرأة عظيمة. طب ليه بقى ما دخلتيش بيحكى انا وفاهمه ودخلت لوحدي في القصه؟ نشيد وكده. بص شو موضوع الجمهور ده، يعني عليه كلام كتير جدا. مفيش شك طبعا الجمهور طبعا هو رقم واحد واثنين وثلاثه، ده من وجهه نظري. زي ما انت بتقولي من وجهه نظرك كتير، فده من وجهه نظري لا، الجمهور عليه عامل كبير جدا. يعني في جماهير بدون ذكر اسماء يعني فريقها مثلا تلاقيها ما بتحققش بطولات، ما بتحققش انجازات، ومع ذلك جمهورها وافي وواقف وراها وبيساندها. يعني مثلا كنت بتكلم مع حد في مره، جمهور مين ده؟ بشكل عام يعني بتكلم على فرق بشكل عام، يعني انا مش بتكلم على فريق معين. أيوة يعني مثلا كنت بتكلم مع حد مثلا عن الجمهور مثلا في احدى الفرق في الدوري المصري، بقول مثلا الفرقه دي مثلا بطولاتها مش احسن حاجه، الدنيا معاها مش احسن حاجه، فين وفين عم تاخد بطوله، ومع ذلك الجمهور على طول بيشجعها. رد عليه رد كان رده ان انا بحب الفرقه دي بصرف النظر بقى مزعلاني مفرحاني مزعلاني مفرحاني. فالموضوع بالنسبه لي انا حبيت الكلام مش هضحك عليك. فالجمهور لما بيحب فرقه بيحبها كلها على بعضها زي ما بيقول بالظبط. وزي ما انت بتقول يا صايغ، الجمهور كمان هو عنصر اساسي. يعني انا بشوف ان كره الجمهور يعني جزء من كره القدم، وتشجيع الجمهور مش كل التشجيع، ما اكيد مش كل التشجيع، ما في تشجيع احنا نتكلم عليه تاني بشكل ما بقاش الطف حاجه طبعا، ولكن انا بتكلم عن الجمهور الاول بشكل عام. لا الجمهور طبعا ليه دور اساسي جدا في تحفيز اللعيبه، تحفيز فريقته، ليه دور في تغيير نتيجه المباراه، ليه دور في حاجات كتير قوي. لا بتاثر على في ناس شو بتموت لما فريقها بتخسر وبتخسر بطوله. انت متخيله الموضوع واصل لبعض الناس لحد الجنون. فالموضوع لا، الموضوع والناس تلاقيها بعد ما الفريقين تنزل استوريهات ومش عارف ايه، مع ان يعني الاغنيه اصلا نفسها ما تكونش احسن حاجه، بس مجرد انها اتغنت للنادي ده فتلاقي الفانز بتوع النادي او الجمهور بينزلوها لمجرد الاحتفاء وان هم فرحانين بفرقتهم وبالنجاح اللي عملوه. ولكن انا ضد في تشجيع كده، انا ما بحبوش. لان الرياضه في النهايه اخلاق طبعا. انا ضد ان الجماهير مهما كان حبها وانتمائها انها تشتم حد او توجه الفاظ خارجه لحد، لان انا ضد الموضوع ده تماما. انا معاك جدا. ويمكن انا شفت اللي حصل مثلا في ماتش الاهلي وبيراميدز، انا ما عجبنيش التصرف من جانب الطرفين ولا جمهور النادي الاهلي. بعض الاوقات الجمهور كان ماشي كويس جدا وبيشجع فريقه كويس جدا وبيشجع فريق بيشجع لعيبته، هو ده المطلوب. لكن الموضوع لما يتحول الى ان انا بصفي حسابات مع لعيب او ان انا بوجه له سباب او الفاظ خارجه، مفيش حد هيقبل ان 70,000 ولا 40,000 ولا حتى واحد يتشتم بوالدته او بوالده. وعايزه اقول لك صعب قوي يا شو. وعايزه يعني اقول لك حاجه يا صايغ، احنا لو خدناها من الجزء الانساني، وانت اتكلمت في نقطه مهمه والانتقاد بالشكل ده مش احسن حاجه، لو خدناها من الجزء الانساني ان انت تعتبر الشخص ده يا سيدي صاحبك قريبك بني ادم عادي. انت شفت اللقطه وانا ايضا برضو يعني شفت اللي حصل. شكلك كنت موجوده في الماتش ولا يعني بحكم شغل. بالظبط كنت موجوده. و قاعده مع مين بقى؟ انا جماهير فيهم. ده شغل. لا ما فيش حاجه يعني انت فكنت يعني الأندية الجماهيرية أكيد بيبقى ليها جمهور كبير وجمهور عريق لما بيلعب نادي الخصم التاني بقى، سواء أندية مؤسسات شركات، ما بقاش عندهم الجمهور الكبير. لما أنت تبقى واحد من الجماهير وعندك شحنة أو عندك غضب من لاعب في نادي الخصم، متضايق شوية أيا مكان، تخيل أنت مكان اللاعب في الملعب في 70,000 أو 80,000 مشجع. عشان انت متأثرة أوي وانت بتحكي بيسب وبيتكلم في
يعني في شتايم يعني بيقولوا الفاظ بالظبط مش نسمعها يعني بالظبط ما نحبش نسمعها بقى او في اهلك في عيلتك في مامتك في باباك بس انا عايز اقول لك حاجه بالظبط يعني وكمان انا خليني اكمل معلش الحته دي بس في نقطه مهمه جدا مرتبطه بنفس القصه بعد اذنك بس عشان ما انساش وتيجي انت كجمهور تيجي بالمنظر ده تفضل يعني في هتاف مستمر على اللاعب وزي ما انت ما قلت بقى في رجولته في كل حاجة وهو شايف المنظر الكبير ده ده ممكن يجيب اللاعب أيوة الارض شو بس في نقطه مهمه جدا احيانا اللعيب بيروح يستفز الجماهير فبيجبرهم ان هم يعملوا كده انت في النهايه ما يعني مش داخل مشاده مع طرف انت داخل مشاده مع جمهور كبير زي جمهور النادي الاهلي فوراه ملايين فانت ما ينفعش تروح تستفزهم او تروح ان انت توجه لهم الفاظ او عبارات او ايا ما يكون ده غلط. الموضوع ده هيستفزهم فبالتالي طبعا. هتسمع اللي انت مش عايز تسمعه ففي النهايه برضو عايزين نحط يعني سبوت على الموضوع ده ان احيانا اللعيب هو اللي بيضطر ان يتوجه له الكلام ده ودي ازمه كبيره ماشي انا معاك جدا واحيانا في مرات اخرى بيحصل ان اللعيب ما بيكونش عمل اي حاجه ولكن في زي ما انت بس ده نادرا برضو لما بيحصل نادرا ماشي بص هقول لك حاجه الجمهور يعني شيبي مثلا انا رافض ان هو يعني اوجه اشارات خارجه ووجه بيستفز الجماهير بيقلع التيشيرت ما انا ضد الكلام ده برضو اشوف مرفوض ما هو انت في النهايه هتسمع كلام انت مش حابه بس انا هقول لك حاجه يا صايا يعني خليني معلش اختلف معاك في الحته دي لا مفيش اختلاف ما انا انت بتستفزني انا مش هسكت لك ما هي في النهايه المعادله بس واحده بس انت لو جينا كده خلف الكواليس اللاعب ده نفسيا انت عارف نفسيته عامله ازاي عارف ما خلف الكواليس حصل له ايه انا احترم نفسي عنده ماشي غلطان انا احترم نفسي غلطان وخرج. انا معاك جدا هو غلطان جدا بس انت متخيل ان 80,000 بيشتموك وبيسبوا وبالفاظ ما ليه ما نرجع يعني ايه اللي خلى الموضوع يوصل للدرجات دي ماشي نفسيا انت عارفه انا لو ما رديتش على الجمهور يعني مثلا الجمهور شتمني مره وانا تغاضيت عن الموضوع وما اتكلمتش والكلام ده كله الموضوع هيسكت هيبص يركزوا مع فرقتهم ان هم يشجعوها لكن ان انا اضطر ان انا اروح رايح وشاتم او اوجه لهم اشارات او اوجه لهم الفاظ او اثير استفزازهم زي مثلا اللي حصل من مروان حمدي انا كمروان حمدي انا لعيب مش طرف في اي مشكله ليه اطلع ان انا اوجه لفظ خارج لجماهير النادي الاهلي هل انت هتتقبل ده احنا لو ما بين الاهلاوي والاهلاوي اهلاوي لان انت هتسمع حاجات مش هتبقى حابب ان انت تسمعها ولو رحت ماتش هتسمع حاجات انت مش عايز تسمعها طب ليه اوصل نفسي للدرجه دي ليه اتخانق مع جمهور انا في النهايه لعيب كوره في النهايه انا شخصيه عامه لازم ان انا احترم نفسي لازم السلوك والاخلاق تبقى مني انا الاول عشان ما اضطرهمش ان هم يسمعوني كلام انا مش حابه بص يعني انا معاك في كل اللي انت بتقوله ولكن انا يمكن عشان بما ان انت بقى ذكرت والماتش ومباراه والشيبي فانا يمكن شفت المنظر ده قدام عيني واتضايقت ما انت بصيتي من طرف واحد ايه انت بصيتي من طرف واحد لا بالعكس انا بصيت على كل الاطراف بص ايا مكان الشخص ده ايه بس صعب قوي 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 ان هو اصلا اللاعب يا صايغ اللاعب ده كان داخل ضحيه بصراحه يعني ضحيه من المدرب ضحيه من حاجات كتير ضحيه من مشاكل عنده فالموضوع ما كانش احسن حاجه انا ضد السب عايز بص الجمهور مش هنقدر نسيطر عليه الجمهور ده شيء عظيم جدا 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 مهمه جدا الجمهور مش هنعرف نسيطر عليه ايوه طبعا انا ليه وانا خارج من الملعب ابدا ان انا اوجه عبارات وانا ارفع التيشيرت واستفز الجماهير طالما انا يعني انا مهما اكون مش هعرف اسيطر على العدد المهول من جماهير النادي الاهلي اللي موجوده في المدرجات فبالتالي انا خلاص انا خدت كارت احمر بدون مشادات بدون مناوشات اطلع التزم بقرار الحكم واروح على اوضه اللبس لكن انا ابص الاقي لعيب بيشدني والمدير الاداري بيشدني ومش عارف مين بيشدني عشان انا ما اوجهش او استفز الجماهير ما الجماهير دي شايفاك مش الجماهير بس اللي في الملعب الجماهير اللي في الملعب والجماهير اللي بتتفرج على القهاوي والجماهير اللي بتتفرج في كافيهات والجماهير اللي بتتفرج في البيوت فبالتالي انت كسبت عداوه جماهير النادي الاهلي اللي هم اعتقد هم اكبر جماهير في مصر في الوقت الحالي يليهم جماهير الزمالك فليه انا اوصل للمرحله دي يعني ليه انا اوصل للمرحله دي خصوصا ان انت ما عندكش الجمهور اللي يقدر يشجعك او يغير لك تفكيرك في ناس في لعيبه ما بتعرفش تلعب تحت ضغط الجماهير ايوه في لعيبه يعني. في لعيبه اصلا
ما عندهاش، في لعيبه بتتخض من الجمهور، في لعيبه ما عندهاش الثبات الانفعالي الكفايه ان هو يقدر يشوف الجماهير بالعدد الضخم ده كله ويلعب. يعني في جماهير يعني. وهقول لك حاجه برضو، بما ان انت ذكرت نقطه الشيبي برضو من يعني من الحاجات اللي اتقالت ان هو كلاعب يعني ما بيقدرش يتحكم في اعصابه شويه او بيتنرفز، يعني ما بيقدرش، ما عندوش الثبات الانفعالي الكافي ان هو يقدر يعني يتعامل مع الجمهور او يتعامل مع العدد الكبير ده كله. مظبوط. ولكن الحته هنا بقى يجي دور المدرب، دور الاخصائي النفسي اللي موجود داخل الفريق اللي هو يقدر يتعامل معاه. انا بقى بقول هو ضحيه بقى، كان ضحيه المدرب، ضحيه ان كمنظومه فنيه في النادي، ما ازاي تقدر تتعامل مع اللاعب ان هو نازل اصلا اللاعب في 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 كواليس مش عايزين نذكرها، ولكن اللاعب نفسيا متدمر مش احسن حاجه، بدليل ان هو نزل وعمل يعني دخل بشكل دفاعي جدا في الكره. طبعا لا ده مش بقى ده دخل يعني اذى يعني دي ما يعني كانتش دخلت لعب الكره خالص، ودي واضحه قدام الكل. وده يدل على ايه؟ يدل ان اللاعب نفسيا مش ممتاز. حتى بعد ما اطرد هو كان في رايح اللي هو عايز برضه يعمل مشكله مع بعض لعيبه النادي الاهلي وتحديدا حسين الشحات، فده خلى جماهير النادي الاهلي تثور عليه. في النهايه هو مش هيقدر يقف قدام جماهير النادي، خلينا نتفق على الموضوع ده. طبعا عشان الموضوع بقى او قدام اي جمهور بحجم اصلا بحجم الجماهير الفرق الجماهيريه بالظبط، الفرق الجماهيريه او الشعبيه. بالتالي كان لازم يبقى في ضبط نفس، ولازم ان هو ما يعملش مشاكل في القصه دي. ولكن بقى انا عايز اسالك، نخرج من القصه دي شويه. تمام. شايفه مين احسن جمهور؟ مين احسن جمهور فين بالظبط؟ في مصر. بص هقول لك حاجه، انا هو على فكره الاجابه بتبقى اسم لسه هتقولي لي ويحكى عنا والدخله. لا هو لا خلاف، لا خلاف. أيوة. ان الجماهير انديه الجماهيريه طبعا، نادي الزمالك ونادي الاهلي او نادي الاهلي ونادي الزمالك عندهم جماهير يعني نادي واحد لا تعد نادي ولا تحصى. خلينا نتفق بس على حاجه اسمها بس، انت مصمم هو نادي واحد يعني. انا مش رايح لي، انا شايف مثلا على فكره الموضوع ما لوش علاقه باهلاوي وزملكاوي واسماعيلاوي واتحداوي، هو الموضوع كله متعلق باللي احنا بنشوفه. بمعنى ان انا مثلا شايف ان النادي الاهلي. طب انا طيب خلاص انا هختمها عشان احنا برضو وقت حلقتنا. نادي دي دلوقتي دينا وقت حلقتنا بالظبط. نادي الاهلي نادي ليه جمهور كبير وجمهور عريق، وانا بحب الفرقه الجماهير اللي بتشجع فرقها في كل مكان، ولكن نادي الزمالك وحقيقي بدون اي انتماء ده جمهور، لا من عارف ده جمهور لن يعني ما بيتكررش ابدا، جمهور عظيم جدا جدا. ليه بقى؟ لان نادي جمهور نادي الزمالك. انت بتجمع جمهور نادي الزمالك دلوقتي؟ دلوقتي لان بس عشان افصل ابقى فاهم بس بالظبط. عشان تفصل جمهور نادي الزمالك يمكن الجمهور بجد اللي بشوفه ورا فرقته، رغم الخساره، رغم الـ 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 الارقام اللي مش احسن حاجه، رغم النتائج اللي مش احسن حاجه، رغم كل الازمات اللي النادي بيمر بيها جمهور نادي الزمالك وراه في كل مكان، ولا بييأس ولا بيمل ولا باي حاجه، ولا بيكل ولا باي حاجه وهو خسران. وده انا يعني لو هنذكر هذكر لك بقى مباريات كتير نادي الزمالك يعني حصل بالظبط ريمونتادات قويه جدا بسبب الجمهور وبسبب تشجيع الجمهور. فانا بصراحه بشوف ان الجمهور نادي الزمالك لا جمهور يترفع له الشابود، وكل الجماهير طبعا في الدوري المصري اكيد كل الجمهور بيشجع فرقته ورا فرقته في كل مكان، يرفع لها يترفع له الشابو. انا من اكتر الحاجات اللي انا مبسوط فيها بصراحه جدا جدا. يا رب تبقى مبسوط دايما. انا بتبسط وانت مبسوط والله. ربنا يخليك يا شو بجد. وانا اتبسطت بالحلقه النهارده، ويعني ان شاء الله انتظرونا كده في حلقات تانية في دبل باص، وشاركونا برده قولوا لنا ايه اكتر مواضيع اللي حابين تتكلموا فيها برده نناقشها في دبل باص. استنونا في حلقات اخرى. باي باي.